السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو معرفة المنظم من الداخل ومكوناته والطريق الصحيح أو الطريقة الصحيحة اللي هنربط بيها المنظم أو الاتجاه الصحيح. طبعا المنظم يتكون المنظم من غرفتين، واحد غرفة للتبادل الحراري والأخرى غرفة الضغط المنخفض، والغرض منها خفض ضغط الغاز المرتفع داخل أنبوبة، فهو يعمل على تحويل الغاز المسال داخل أنبوبة إلى بخار غاز، وأيضا خفض ضغط الغاز كي يمتزج مع الهواء ويحصل احتراق آمن. الطريقة الصحيحة اللي المنظم نربط به المنظم اتجاهه فوق أو اتجاهه في الجنب أو اتجاهه لتحت، طبعا يجب أن يكون وضع المنظم بشكل مستقيم لا مائل إلى اليمين ولا إلى اليسار. لماذا؟ ليه؟ لأنه يوجد بداخل المنظم العوامة صغيرة، لما نميله يمين أو يسار على الوضع المستقيم يؤدي إلى استهلاك كبير للغاز فيقلل عمر الأنبوبة. لا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.